خلصت بسرعة. والدة الطالب محمد مهدي بتاع الهندسة. ربنا يشفيه ان شاء الله. مدام امل، مدام امل اهلا بيكي. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. كنا بنتكلم امبارح او اول امبارح وبتقولي انا لغاية حتى قبل ما ندخل الحلقة بنحاول الاتصال على تليفون رئيس مستشفى دمنهور، والحقيقة أنا قلت لسه من شوية الوصول إليه يعني يمكن أن نصل إلى بن لادن قبل أن نصل إليه. قولي لي حضرتك حالة محمد واصلة لإيه، لأنه في ناس تانية إن شاء الله متحمسة جدا إن إحنا نحاول أن نجد حلا له. اتفضل. استغفر الله. مبدئيا يا أستاذ وائل أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر أستاذ عمر جوهر لأن هو متابع معايا وقت كل حاجة بتحصل لمحمد في كل لحظة. الله يخليك، اتفضل. بس يا ريت حضرتك ما تقطعش عليا الهوا لاني انا عايزه اوضح ان محمد ما فيش اي حد تكفل بعلاجه حتى الان، وموضوع الكابتن محمد صلاح ما حصلش. احنا المره اللي فاتت لما دخلت مع حضرتك على الهوا قلت ان انا سمعت ناس بتقول ان هو هيتكفل بالحاله، لكن فعليا لحد الان ما فيش اي حد تكفل بحاله محمد، كله بيجي يوعد ويمشي ما بشوفهوش، والمستشفى فيها كمية إهمال مش ممكنة بالنسبة لحالة محمد. وكل طيب. الناس اللي احنا لا احنا هنحاول ان شاء الله ننفذ على طول. في بعض الاشخاص حتى ومش عايزين حتى بعضهم يعلن عن اسمي، بس نشوف، لانك بتقولي لي الوقت ان الحالة يعني هل الابقاء عليها في مستشفى دمنهور ولا ايه الحل؟ احنا يا استاذ وائل بنطالب حضرتك وطالب وزير الدفاع على الهوا ان هو يسمح لمحمد ان هو يدخل المستشفى العسكري، لان محمد متبهدل جدا هنا في المستشفى وكل المستشفيات الخاصه مش راضيه تقبل حالته، لانهم بيقولوا احنا مش مسؤولين عن اي حاجه حصلت بره. طيب انت حضرتك هم عملوا البتر؟ ايوه هم عملوا البتر اول محمد ما دخل المستشفى، ودلوقتي بيتكلموا في ان ممكن محمد يدخل عمليات تاني، ولحد من شويه كان استاذ عمر متابع معايا كان محمد نزل اشعه تحت وطلع من نتيجه النزيف اللي كان عنده من ايام العمليه عامل تجمع دموي في بطنه وما كانش حد عارف عنه حاجه. طيب خلينا نشوف ان شاء الله، يعني اهو احنا بنشوف يعني اذا الحل في مستشفيات القوات المسلحه. بس خليني هنا الدكتور احمد سعداوي، هو من السعودية، وهو قال انه عاوز كمان يتبرع الى لحالة محمد. يعني دكتور احمد اهلا بيك. دكتور احمد اهلا، مساء الخير. اهلا بيك يا دكتور احمد، اهلا بيك. اتفضل يا دكتور احمد، الف شكر على حماسك وعلى تجاوبك مع عمل الخير بهذا الشكل. اتفضل. الحقيقه انا عايز اقول ان محمد طالب مجتهد وانسان جميل، ومهما المجتمع عمل مع طالب متفوق في الظروف دي يعني برضه مقصرين، وربنا يجعلنا جميعا يعني سبب في التخفيف عنه ويرجع لحالته الطبيعيه والتفوق ويكون مستقبل جميل باذن الله. يعني طالب ان شاء الله ومتفوق وملتزم، فيعني ان شاء الله خير باذن الله. واشكر محمد على صبره وصبرته، وانا الحقيقه عرفت الموضوع بالصدفة أول امبارح يوم الأربعاء كده في بعد الظهر من الأستاذ عمر جوهر من بوست كان حاطه على الفيسبوك بالصدفة، فتواصلت معاه الحقيقة وسمعت زي كل الناس سمعت عن إن في تبرع والأخ، ولكن الحقيقة لما بدأنا إن احنا نتواصل طلبت منه طبعا معلومات عن الحالة وإيه اللي مطلوب، فوجئت إن المطلوب يعني أطراف صناعية وتثبيت الحالة. وبالنسبه للاطراف الصناعيه الحقيقه يعني لقيت اكثر من 15 شركه على مدار الثلاث ايام اللي فاتت دول، يعني انا على تواصل مستمر مع الاسره ومع الاستاذ عمر جوهر ومع الشركات، لكن طبعا الكل اجمع، انا مش طبيب بشري انا استاذ جامعي. الحقيقه الكل اجمع ان لازم الحاله تستقر الاول ولازم تستقر، يعني احنا بنتكلم في مساله ايام ان لم تكن ساعات، يعني اخر اتصال كان اليوم مع الاسره ومع الاخت محمد، وامبارح كمان مع الاستاذ عمر، كان الوضع كله ان في تقصير في المستشفى بشكل او باخر، لكن طبعا بالنسبه للاطراف الصناعيه ما فيش اي مشكله، يعني انا باذن الله تعالى متكفل بها وده اقل واجب يعني. إن شاء الله، وانا بشكرك يا دكتور وهنتابع معاك، بس نشوف
يعني دلوقتي الام بتتكلم عن نقله لمستشفى تانية افضل، يعني حتى الان بنحاول مع مستشفى دمنهور. طب ايه اللي ممكن يعملوه؟ لكن زي ما قلت يعني عجزنا عن الوصول لمدير المستشفى. هتابع معاك يا دكتور والف شكر يعني. طيب يا ام محمد، عايزه تقولي حاجه تانية؟ واحنا هنشوف ان شاء الله يعني هنا. انا واثق ان شاء الله ان في القوات المسلحه يعني هيستمعوا لندائك، ونحاول ان شاء الله نشوف مستشفيات القوات المسلحه. اتفضلي. يا ريت يا استاذ وائل، لان احنا اتكلمنا في ناس كلموني النهارده من مكتب رئيس الوزراء وقالوا لي ان ما فيش سلطه لوزير الدفاع غير ان وزير الدفاع نفسه يدخل محمد مستشفى عسكري بتاشيره منه. ما فيش اي طريقه تانية، وان هم افضل دكاتره في الجراحه بتاعه البتر هم دكاتره المستشفيات العسكري على مستوى الشرق الاوسط يعتبر. طيب هنتابع ده معاك ان شاء الله في الساعات اللي جايه دي، وان شاء الله هنطمنك. الف شكر. نتواصل برضه نساعد حضرتك ان شاء الله. طبعا يا جماعه ده يعني طفل اعتبار، طالب متفوق في كليه الهندسه، ويعني وسائل الانتقال البسيطة، وسائل الغلابة، السكة الحديد، يعني هو سقط تحت عجلات القطار. تعالوا نسنده، تعالوا يعني ننقذ حياته، إنه نمكنه من أطراف صناعية، لأن المسألة إذا تفاقمت هم عندهم المخاوف إن الأطراف الصناعية يعني حتى كمان تبقى مش قابلة يعني. لا، ان شاء الله نحاول نشوف المستشفى الافضل، واتمنى انه الجميع يعني بيستمعوا الى نداء الام انهم يستجيبوا لعلاج طالب في كلية الهندسة متفوق.